الدورة هاي طبعا هي دورة مميزة، دورة اللي هي عمليا بتعطي آليات ومهارات ومعرفة للنساء بكل موضوع تمثيل النساء بالسياسة وبمواقع عامة. اللي بيميز هاي الدورة هو انه هي بتربط كمان بين النظرية وبين الواقع اللي احنا بنعيشه كنساء في مجتمع عربي اللي طبعا هو مجتمع أبوي، وهذا هو اللي بيميز الدورة عمليا، وهذا هو اللي بيميز الخريجات اليوم، انه هن بيقدروا يدمجوا بين المعرفة بشو يعني سلطة محلية، بشو يعني مواقع اتخاذ قرار، بشو يعني نساء بالسياسة. بس كمان وهذا إشي لا يقل أهمية، إنه هن اليوم بيعرفوا شو التحديات والصعوبات والمعيقات اللي بتوقف قدام النساء قدام ترشيحهن بالأول، وإذا بترشحوا قدام نجاحهن أو قدام كيف ممكن يكملوا ويواكبوا المسيرة هاي. أنا كتير سعيدة مع نهاية هاي الكورس، وأنا شاعري إنه قدرنا نحقق الهدف اللي كنا نصبه لإله من خلال الكورس، اللي هو إعطاء أدوات لنساء قياديات إنه يقودوا المجتمع وإنهم يحدث التغيير في المجتمع. الحديث يدور اليوم، نحن نحتفي من خلال المؤتمر تحت عنوان المرأة العربية الفلسطينية في الحيز السياسي والجماهير، واقع وتحديات. نحتفي بالفوج الأول، مجموعة نساء 16 امرأة التي يعني كانت في دورة تدريبية لتنمية الطموح السياسي للانخراط واقتحام، دعني أقول، عالم الحكم المحلي على وجه التحديد. أنا شخصيا كمها يعني لطالما راودني هذا الحلم، ولكنني كنت أنظر إليه بأن بكل تلك المخاوف من المجتمع الذكوري الأبوي. الدورة لا أقول لك أنها تحمل عصا سحري لتغيير الواقع، ولكنها ربما كسرت بعض الأفكار المهيمنة التي تقول بأن الفكرة في عرين المستحيل، وربما انتقلت الآن إلى أرجل أكثر على أرض الواقع. يجب أن يكون هناك تغيير، ننتقل من سياسة التباكي وتذمر وأن نقول أن الرجل لا يقوم بالأمور كما يجب، ولا يجب علينا أن نأخذ زمام الأمور ونتدخل من أجل إحداث التغيير المرجو في عدة مساقات. أنا مديرة قسم الصحة في باقة الغربية، اللي صار لي تقريبا سنة في هذا المنصب، وحبيت أن يكون في عندي مهارات وأتعلم، يكون عندي يعني معلومات للتعامل في البلدية في هذه الأقسام مع المنتخبين مع رئيس البلدية، عشان نقدر نوصل للموقع أو نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه.